في اول السنه كان ميدو. الكابتن كابتن احمد حسام ميدو آه. كان هو اللي بينقي اللعيبه، كان منظومه، كان هشام مرتضى، كابتن احمد سليمان، كان ميدو، كابتن عبد الحليم علي، كابتن محمد صلاح، كان في الوقت ده كانوا بينقوا اللعيبه، وكان في احلال وتجديد شامل في نادي الزمالك في الموسم ده. افتكر جاب 17 لعيبه او حاجه زي كده بالظبط، كان حوالي 18 لاعب او 18 لعيب. الميزه يا كابتن مدحت ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان في الوقت ده كان من ضمن الحاجات اللي انا قلتها وافضل اقولها ان مش المشكله في تغيير مدربين، المشكله في تغيير اللعيبه. انا اوريدي لما كان بقى عندي لعيب زي احمد عيد عبد الملك في اول سنه في اول الموسم، راجل كبير كان موجود، ابراهيم صلاح كان موجود، حازم امام كان موجود، ودار، فكنت اما قعدنا مع بعض كان الكابتن حسام حسن جه لعب حوالي 3 ماتشات، مدرب كبير طبعا، لعب 3 ماتشات بعد ميدو. اتعادلنا فيهم. فكانت الظروف في النادي كان مش مطلوب. وميدو قعد معاكم كام اسبوع؟ لا ده كان مشي بعد افريقيا، كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا. فمشي كابتن حسام، ما ابتداش الموسم، ما ابتداش الموسم اللي ابتدى كابتن حسام حسن، وعملنا فتره اعداد كانوا كويسه جدا. الكابتن حسام قعدوا معاكم 3 اسابيع تقريبا، قعدوا معانا، لعبنا ماتش السوبر في قدام النادي الاهلي، خسرناه ضربات جزاء. وبعد كده لعبنا 3 ماتش الجيش وثلاث ماتشات احنا اتعادلنا فيها. فكان هشام مرتضى عشمان، لان هو برده هشام مرتضى بيفكر كرئيس نادي وفي نفس الوقت برضه بيفكر كمشجع، تعب في اللعيبه ديت، وفي مصاريف جامده جدا في اللعيبه ديت، وشايف ان هي لعيبه كويسه، فعايز برضه الحاجه اللي هو بيعملها ديت. عارف لما انت بتعمل زي حاجه بتعمل شكلها كويس وبتجيب لعيبه محترمه وبتجيب لعيبه كويسه، عايز بقى الثمار بقى بالظبط كده. فكابتن حسام مشي، فجه في الوقت ده كان مستر باتشيكو على ما اتذكر. ايوه باتشيكو مظبوط، كان مستر باتشيكو برتغالي. وكسبنا 10 ماتشات ورا بعض. وكان قبل مستر باتشيكو قعدنا قعده، كان القعده دي انا برضه انا مش هنساها. وفي الوقت ده كابتن مدحت قلنا ان المصلحه العامه تغلب على المصلحه الشخصيه. المصلحه العامه تغلب على المصلحه الشخصيه. كل لعيب بيجي نادي الزمالك بيتغلب عليه المصلحه الشخصيه، انا ما لعبتش ليه؟ طب انا بلعب وحش حلو؟ فقلنا كان في ساعتها، عشان كده بقعد اقول ان النادي الاهلي في ميزه كبيره، ميزه ان 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 اللعيب جديد بيروح على لعيب زي كابتن حسام غالي، زي كابتن متعب، زي كابتن شريف اكرامي، زي عبد الله السعيد، زي فتحي، ناس كبيره. الفكره ان احنا في نادي الزمالك في اول سنه كان في وقتها كانت سنه معظم اللعيبه كلها جديده، ما فيش حد قديم تركن عليه، حد قديم. وفي نفس الوقت كان كل واحد في الوقت ده، كنت لو حضرتك العمال كانوا هيتجننوا. انا بحب ان انا برايح مكان ابقى فرحان وانا رايح والتمرين لعب ومش لعب، دي بتاعت ربنا ثم مدير فني. بس في الاول وفي الاخر انا كنت بقعد اتكلم في نقطه معينه، وكانت اللعيبه كلها بتتكلم في نقطه. انا دلوقتي انا كرئيس نادي او رئيس نادي الاهلي بيجيب 25 لاعب، ما بيجيبش 11 لاعب وثلاث احتياطي بالظبط. فبالتالي ال 25 لاعب دول على مستوى متقارب. احنا في مصر ما فيش اللي هو يعني كريستيانو ولا ميسي، الامور كلها مستواها متقارب جدا من اول الجون لحد الفروت. مفيش انا عارف، انا بقول لحضرتك انا أيوة طبعا معظم الناس في الملعب المستوى متقارب. اللي بيغلب بس كشخصيه، اللي بيغلب لا، اللي بيعلي لاعب على لاعب شخصيه اللاعب، مش ان هو مهاري ولا ممكن لعيب مهاري جدا وما عندوش شخصيه فمزاجنجي، ممكن يبقى ماتش كويس وماتش تاني وحش. فبالتالي غلبنا ان المصلحه العامه في المكان هي اللي تغلب على المصلحه الشخصيه. جه بقى مستر باتشيكو، جه بقى مستر فيريرا، ايا كان. انت بتتغلب ان اللعيب اللي بيلعب احنا وراه. فبناء عليه مشت السنه، اتفقتوا على كده. وكان لي دور الكابتن اسماعيل يوسف في احنا، وكان المشاور مرتضى، احنا كمكافئات ما تطلعش لمين؟ للي بيلعب بس. لا ده يطلع للاحتياطي ويطلع للي بره. برافو عليك. فبناء عليه انت بتعمل جو اسري ما بين اللعيبه، كل بيتمنى المكسب بقى لان كله هيستفيد. برافو عليك يا كابتن مدحت. فدي في نفس الوقت برضو المصلحه لما تيجي بس تلعب، ده ما بياخدش قد ده قد ده عشان لا 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 مش ده زي ده زي ده خالص. انت بتحط 100% 75% 50% بالظبط كده. وحتى لو ما اتجمعتش 50% اللعيبه بتلم من بعضها بعديها وتكمل ال 50 تكمل. الحب هو اللي بايه؟ بيبقى موجود. انا ما كنت مثلا او احمد عيد عبد الملك او حازم او ابراهيم او اللعيبه اللي هي اللي موجوده في الفرق في الوقت دوت، كنت مثلا بخش انا واحد من الناس طبعي كده ما بحبش ان انا بقعد على ترابيزه وحد شايل من حد. ازعل قدام كابتن مدحت. وبعدين كابتن الفرقه في مصداقيه الحمد لله فضل عند ربنا ما بين اللعيبه ومن كابتن فرقه، في حاجه ان كابتن فرقه ما ينفعش يلعب يضحك ويبتسم والدنيا تبقى زي الفل معاه، ولما يقعد
يقلب وشه. لا اه بالظبط، حاسب انت كابتن فرق. فالحمد لله فضل عن ربنا لما كانت اللعيبه بتشوف احمد عيد عبد الملك يلعب ماتشات ويقعد ماتشات، هو احمد عيد. لما يشوفوا دودار ما بيلعبش واول واحد تلاقيه في الاستاد بيشجع الفرقه، زي ما قلت لحضرتك انا بالنسبه لي اهم حاجه بالنسبه لي المكان اللي انا فيه، اللي هو بياكل بيتي عيش منه ورزق منه. ما يتغلبش مصلحتش. اه طبعا كلنا عايزين نلعب. بس لو المدير الفني مش هيلعبك تتخرف في الفرقه وتقلب الدنيا، لا. انت عايز برضو تلعب لما الفرقه تبقى ماشيه كويس وتكسب. صحيح. احسن لما تلعب والفرقه ايه مش واقفه على رجليها وتبقى وحشه. هتيجي في الاخر هتلاقيك نفسك في اخر الموسم ال 25 لاعب دول كل واحد لعب بقى خمس ماتشات، لعبت 10، في الاخر اتحسب لك ان انت خدت دوري. في بعض اللعيبه كانت بتزعل وتتضايق والكلام ده كله، انتوا حاولتوا بقى تقوموا هذا بالظبط. يعني في لعيبه ما لعبتش مثلا، لعبت خمس ست ماتشات شاركت، وبدل شاركت في الماتشات كجمهور واجب على الجمهور بقى في وقت دوت يدعمهم، اللي لعب ماتش واللي لعب ماتشين واللي لعب ثلاثه، ما يجيش بقى يقول ده ما لعبش. طب ما انت خلاص بدل ما لعبش لا يبقى هات 11 لاعب وثلاثة احتياطي وما تتعاقدش، خليهم ناشئين بقى الباقيين. اه بالظبط. بدل انت كنادي قلت ان في 25 لاعب، يبقى انت عارف كويس جدا ان في لعيبه ممكن ما تشاركش كتير.